رجعتني للعب البرازيلي، يعني اي واحد بيتابع كرة قدم وبيشوف لعبه ولمسته على الطابة والله ما هو لاعب. هذه بجوز برجع بقول لك من الاخطاء اللي كانت خيار فني بحت. كان مطلب هو والدليل الكابتن لما روح استلم الكابتن احمد عبد القادر فتره استبعده، قال هذا اللاعب ما بدي اياه، استبعدناه ونهينا معه وسافر. لما رجع الكابتن راتب اول شرط له يرجع طب كابتن ما بتشوف سانتوس. صدقا في بعض الاحيان يجب على الاداره ان تتدخل في الامور الفنيه وامور المدرب؟ لما نسمع يعني ايش تسمع انت على الاكيد ان المدرب الموسم الماضي ما حدا بيقدر ينكر كان في اخطاء وكان في صلاحيات زايده عن اللزوم للجهاز الفني. يلي ما بتعلم من اخطائه بيكون ما بيعرف بالشغل. يعني بدنا الحريه للمدرب يشتغل، لا لا لكن انه في بعض الامور تتقارب كإدارة وجهات النظر. يعني كاداره ما حدا بيقدر ينكر انه كان في عنا بعض الاخطاء، وإذا ما تعلمنا من أخطائنا معناته إحنا ما بنعرف بالشغل. يعني إن شاء الله نتمنى من قدام الأمور إن شاء الله أي غلط بيصير في أي مجال بيكون درس لنا ونتعلم منه لقدام. يعني كنا نسمع مثلا اللاعب الفلاني في خلاف بينه وبين مثلا المدير الفني، يعني هون تلاقي الجمهور بيحتفل والمواقع بتاخذ القصة حجم أكبر. هذا بيرجع لشخصية المدرب. أوكي، لكن هل الدور الإداري وين اللي يقرب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب؟ مظبوط، بس المدرب المدير الفني اللي بيكون على مستوى عالي ما بيسمح يكون في خلاف بينه وبين اي لاعب، حتى لو هذا اللاعب ما بده يلعب. صحيح، المدير الفني بيقنع هذا اللاعب انه اللي بالملعب افضل منك، انت بدك تطور حالك، بدك تتعب اكثر بالتمرين. اذا كنت قاعد على الدكه انت اللاعب اللي حتسوي الفرق بالملعب. لاحظنا امبارح مباراه البرتغال. صحيح، مبارك للبرتغال. برتغالي يا ابو باسل. فكيف اللاعب اللي نزل المهاجم اللي سوى الفرق بال نعم صحيح. فمو شرط يلعب اساسي. صحيح، لازم يكون اللاعب مقتنع انه انا بعقدي الاحترافي مش مكتوب بالعقد انه انا لاعب اساسي او احتياط او خارج 18. انا لاعب ومثل النادي الفيصلي، رؤيه المدرب المباراه هذه بجوز تكون اساسي، المباراه الثانيه تكون على الاحتياط، بدك تتقبل، ما بدك تسوي مشاكل، بدك